نور علي النبيل، نور علي النبيل، نور علي النبيل، هالنور هذا قولي يا قبلني إن شاء الله بسم الله كريم. ما أنت إنه قري قادر ما إنه واحد من يبيلها إيد. ما أنت وضك كعف ما تقبل ملك السويد شو كان لا غير تعسكة قري جوار ودقرانه وقلب ما نقادر لي. وضياشة ما دحد غميتك. عقاش يسلادين تديجان ككام كبرواقه. إما جلده برعه. أي واحد يسوي نجمة هاد عليان قال أنت واقعي هنور على دمبل كقاتي هرمارين تديجان ككام كبرواقه إما جلدة برعه يدوكسي الشيخ موسى برايمري إسكول مدح نغميت كايا صدو كلا واحد يقوب باقين قيبها كلا دونا برشوين ككسو تشيدة ديجان كاسي إن قال أنت دا كقاتان سيدي دوكسي سوي هليلها بس لغو قادة أرديد دوكسي الشيخ موسى كواسيا مسافوين كلا دونا فوقفوقو قيمة دا دوكسي الشيخ موسى وقهرين واحد هالكاسي كهالي سلطان فرحان حسن سعيد سلطان محمود سليبان حاشي سلطان سحرديد اسماعيل شيف عاقل آدن محمود ديرية عاقل ياسين نظيف يا قالب موسى فيلوه راقي وحنا هذا لدودا كامي دها وحنا هلكن كسو تشيدين إنا أنه تشوقنا دقان كي برواقع باش الرشيخ موسى هل كان تشوقنا أنه اسكول كي إيو ويهي دقان كي لفتيسة عرورتا نقدم بيسانا إتاي عرورت الرشيخ موسى وحويان مانتا عروتاسي واحد أبا هانت هاي إن وحلا لقبته ولا سو بربر استاجو ولا صعاويو جديد كودي واحد ده والله صعاويو أيه أبا هانت هاي مركا الحمد لله رب العالمين وحال كان كسلام يا سلام قيمة يا قائلة ودريا برا سابك قبلك قدوم يا قبلك يو مايركا يو قدوم يا وح برشدة أو يجونا عادنا لقبته أرنتها سكول كان نجلاش قيي أو أنا دوني إنه ولما ماموس كذي ملقيه دينا نشهد شرف كل قدوس إنه وحي إن لقبتين أردت ترضى اللي جي سكول خاصة ما يسن ما تكهر ما ننهلين أنت نما كاسحيل كيم كهيين أيام نهلاي إلهي بمهدل وقم هد علينا إنه رشخ مستنا وحنود ريا فرين تانود ريا وحوي إنه عرور تاي أوبت كاي رير وحلص وقبتان هل كمان آد وقص سلام يا سجنا نور على الدنبيل أو آدي آد نوجو قيمة بدن أو قال نوجو أه ودجان كم واحد بدن نقلش غيي سلطان محمد سلطان عبد إسماعيل سلطان كجود الرشيخ موسى إن إيه أقوم يهن ككلاء لما أنتود بعد بنو ذا سلام يا وحن لي هيوا كدجان كي هل كاسو مريا والرشيخ موسى ملك استاد شوكتان إن وحن دلنا هاي أرين تا وحكسو قبطة هدي وجس بشير تاي لما أنتيم بوا ذا سلام إنا waxaanu sheegayaa dhamaan reer sheekh muuse inta kale in odayaal wax garad inay ka soo qayb qaataan hawsha iyada ah iminka arrimihii kale waa iska diyaar waxa loogu daran un baski ardada lagu soo guray baabuurkii baabuurka waxaan dooreynaa sida nuur cali dibil uga qayb qaatay yaa labeeyo liibaanay baa leeyahay ducada qaatay oo baabuurkaas uu soo iibinayaa in arurta erere in reer sheekh muuse ee agoon leh ee rajo leh ee nooc walba leh maanta mustaqbalkoodii baanu dhisaynaa insha allah bidbillaahi kariim waxaan idinku baraarujinayaa dhammaantiin qurbajoog iyo qoqoljoog baa inaad ka soo qayb qaadataan qaybta iyada reerkii qaatay qalinkii iyo buugga maanta way liibaaday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man dalaba cilmi sahlu lahu dariiqa jannada qofka dalba dariiq cilmi ilaahay wuxuu sahdaa dariiqa jannada waxaan leenahay ummadda waa صدقة تجارية أكسو قيب قاتل غير شيخ موسى ما أنت إنه قري قادر ما إنه واحد من يبيلها إيد ما أنت وضك كعف ما تقبل ملك السويد شو كان لا غير تعسكة قري جوار ودقرانه وقلب ما نقادر لي بركة إن شاء الله بدي الله كريم واحد دورنا إذا كنا أنا لوح جسنا أنت أقول بشو يقول روش شو بقى نسوي تكنا هو يشتري يتبع القرني شهر بروح واحد قبسل وعين بوينا كير أنا فرتك الجادير السلطان كارو كارني وسني يسلك deegan buu sanay ina kaayir wadu tusay reer sheekh muuse ruuxan leeyahay ina kaayir wadada tusay deegaanka uu sameeyay war ina kaayir hala garo qabtay aan la niyad jabinay waxaan leeyahay tacab weyn buu geliyay junta weyn buu geliyay dhulkiisii buu iibiyay dhul buu iibiyay waxaan leeyahay war mid qurbajooga iyo mid qulqulchoogaba ruuxan leeyahay ina kaayir fikradda keenay niyada wanaagsan keenay war garabka hala qabto waxa lala qabto baan oran lahaan oo magac lala wada leeyahay waa sharaf la wada leeyahay maanta sultaan farxaan khan buu dadka u sameeyay ninku intiisa in la amaano xaq buu leeyahay sultaan farxaan khan buu dadka u sameeyay hadduu sameeyayna xilkiisu uu ka soo baxay qoladeenna waxa ku hadhay muuse waxa loo baahan yahay gaari waapaska horta inaad bixisaan oo aad isbalaarisaanoo car sultaanadiina aqoonyahankiina ka yurub jooga ka hargeysa jooga
انت الله يسكتر ترى عار السلطان كو هرترلو يبيه عار احد حنية عار سميسان انا بس سوي بسان او عاد ان عاد سموچسان نور عال لنبيل عاد بانو سلام يا واقاويان كا موسي دريه كا كوچرويان وحويان نور عال لنبيل نين عاد يا عاد تدكينا وبقاليا او كتم قنايا وححون كتم قضا وحوناكسن كفرحة إلهي وحنو برينا نور على الدنبيل لا إلهي نوع في ما تسيو نكا نور الدنبيل إلا هو ينكا سلطان كان محمد الشيني أدون رق مصطفى الصوفي رق عين كان سمو يعني مستدرية ذكال دوا بلانت نكا سلطان كان مكا سمي إما عينو تيري إما تدق مدى قبل كا تقدر أي كم تاي كام كرو إنك سمي وين كاير سلطان كا وحن لي وارك هصو هتشعل سنة باشي حقيقة تمر بدي حد فرو نيو وروبا كيف فكرنا كل سطو كام كاب برقو برود المخاير أنا وحكو حملنا ما نالهين ميد أنا طرق وحكو عيارنا ما نالهين إن أنك عيار با مقالة ما تحسمي كسو قيب كلا نور على الدمبيل وانك وتوجي سو انك قرب تاجن مر والبا وكسو عاوية وحكو كاريكرو بلادي غير شيخ موسى halkan aanu maanta joognaa waxa weeye dulki reer sheekh muuse ama degmadii reer sheekh muuse waxaan baaq u direynaa dhamaan reer sheekh muuse qurba joog iyo qolqol joogba maanta waxa arkaysan dulkaas ballaaran ee dadkii reer sheekh muuse degan yihiin ee iskuuladii ay ka furiyeen ciyaalkii waa arkaysan dabarkayga taagnaa reer sheekh muuse wax badanna waan hadalay wax badanna waan baaq baan idii soo dirday dulkan reer sheekh muusaale caruurta halka joogtaana waa reer sheekh muuse maanta alxamdulillah rabbil caalamiin iskuulkii waa loo dhameeyey oo waa kuwa caruurta dhiganayso waxay u baahan yihiin maanta baabuur caruurta yar lagu qaado oo lagu rawaxiyo laguna soo qaado iyo dekaalmo kalaba waa degmo cusub waa degmadii reer sheekh muuse waxaan leeyahay reer sheekh muuse ka soo qayb qaata guuda iyo dabadba waan la hadlayaa reer muuse baaqaygu wuu batay dhowr jeer hore waan ka soo hadalay war maanta dhulkan iyo degmadan waa reer sheekh muuse ubadkana waa reer sheekh muuse waryaanaan mar walba halkaas soo taagno halka ka hadline haade baaqaygaas kiigu dambeeyaan ku hadallo ayuu noqonayaa ama waxaan ka heli jawaab degdeg ah ama sida uu aabsanaan jirtee baa uu aabsanaanaysaan annagana hadal dambe naga soo bixi maayo macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega ii dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121